امرأة في أواخر الحمل لديها الكثير من الأسامي: أوبو، إيمي، إيجيمي وغيرها الكثير. تتواجد في المنطقة التي ولدت طفلها فيها. همها الوحيد هو توصيل ابنها في أيدٍ أمينة. عندما تموت امرأة قبل الولادة أو أثناءها أو بعدها بقليل بسبب القلق على طفلها، يجعل من روحها شبحا يعرف باسم إيبامي. تظهر هؤلاء النساء في الليالي المظلمة والممطرة. يمكن أن يظهر إيباما في أشكال عديدة: امرأة تحمل طفلا، أو امرأة حامل، أو جثة مشوهة مغمورة بالدم. وفي أحيان أخرى تظهر النساء الحوامل كنساء مروعات ودمويين ويصرخون بالشدة في الليالي طالبين المساعدة. هذه الاختلافات ترجع إلى تقاليد الدفن في مناطق مختلفة، وكذلك ظروف وفاتها. في بعض المناطق عندما ماتت الامرأة حامل سيتم دفنها مع وجود الجنين الذي لم يولد بعد بداخلها. أما في أماكن أخرى يتم وضع الجنين بين ذراعيها أثناء الدفن، لكن هذه بحال إن كانت طفلة ميتا. لدى هذا الشبح حالتين قد يظهر فيها، سنذكرها الآن مع السبب. إذا توفيت الأم بعد الولادة ولكن نجا طفلها، سوف تحاول إيمابي رعاية الطفل بأي طريقة ممكنة. تدخل إلى المتاجر أو إلى المنازل لمحاولة شراء الطعام أو الملابس لطفلها الذي لا يزال على قيد الحياة. وتحاول هذه الأشباح أيضا أن تقود البشر إلى المكان الذي يختبئ فيها طفلهم الرضيع حتى يمكن نقله إلى أقاربه أو تبنيه من شخص آخر. في الحالة الثانية التي توفي فيها كل من الأم والطفل، يمكن أن يظهر إيمابي تحمل جثة الرضيع، وعندما تقترب من الإنسان تقوم بإعطائه حزمة وتطلب منه أن يوصلها. إذا قبل الشخص يختفي الشبح وينمي الحزمة أثقل وأثقل حتى يتم سحق ذلك الرجل